السلام عليكم. الا كنتي كتحلمي انك تكوني مضيفه طيران، اولا شاب مثلا كيحلم انه يخدم مضيف جوي، اجي تاخذ فكره على الشروط اللي خاصها تكون متوفره فيك. اول شرط كتلحي عليه الشركه هو السن. بالنسبه للسن خاصو يكون مينيموم 21 سنه. بزاف ديال الناس كتسائل على المسار الدراسي. بالنسبة للمسار الدراسي فالشركة محددة أنه الشخص اللي كيرغب أنه يدفع لهذه الخدمة هذه يكون حاصل على المينيموم أنه تكون عنده الهاي سكول إيدوكيشن أو بما يسمى عندنا هنا في المغرب بشهادة البكالوريا. اللغة الإنجليزية أصبحت لغة عالمية، حتى هي كتدخل من ضمن الشروط اللي كتطلبهم الشركة بالنسبة لأي شخص كيطمح أنه يقدم لهذه المهنة. فهي كتفرض عليه أنه يكون يتكلمها، كينطقها وحتى كيكتبها بدون أي مشاكل. كاين واحد لو بوتي تيست كديرو الشركة، بزاف ديال الناس كيكونوا غافلين عليه وما كيعرفوهش، وهو للأسف من ضمن الشروط المهمة جدا. كنقول للأسف لأنه شحال ديال الناس كيقدموا لهاد المهنة هادي وما كيكونش على بالهم هاد الامتحان وما كيحالفهمش لحد أنهم يكملوا. هذا امتحان كيتسمى بالارم ريتش. ارم هي باللغة الإنجليزية ذراع. الامتحان بسيط جدا، كتقوم الشركة او لي ريكروتور برسم واحد الخط في الحيط وكيطلبوا من اي مشارك انه يحاول يوصل للارتفاع ديال 2 متر 12 سنتيمتر اللي هي 212 سنتيمتر. اذا الامور كتم كالتالي، كيطلبوا من البنات انهم يزيلوا الكعب العالي، وكيطلبوا منهم انهم يقدروا عندهم الحق يوقفوا على رؤوس الاصابع، مي اهم حاجه انهم خاصهم يوصلوا لذاك الخط اللي ترسم اللي هو في الحيط كيبلغ العلو ديالو 212 سنتيمتر. هذا الامتحان كيتسمى بالارم ريتش وهو اساسي جدا كشرط للقبول في المهنه ديال مضيف طيران. الشركات ديال الطيران اللي كنتكلم عليها هي شركات عالميه وكلها متواجده في دول الخليج، من بينهم القطرية اللي متواجدة في الدوحة، إميريتس متواجدة في دبي، واتحاد متواجدة في أبوظبي. إذا المعلومات اللي كنقدم أنا كتخص هاد الشركات بالضبط. بالنسبة لهاد الشركات كلهم عندهم واحد شرط أساسي ومشترك بيناتهم كيتسمى willingness to relocate، بما معناه باللغة العربية الشركة كتطلب من شخص اللي باغي يخدم هاد المهنة هذه أنه تكون عنده الرغبة أنه يتحول من البلاد اللي هو ساكن فيها للبلاد اللي فيها المطار اللي هو غيخدم فيه. بيان سور هذا أمر طبيعي جدا، لأن الإنسان باش يزاول المهنة ديالو خاصو يكون قريب لمقر الشغل. من خلال تجربة ديالي المتواضعة كمضيفة طيران، آخر شرط وهي في نفس الوقت نصيحة، أنه الإنسان اللي غيقدم لهاد المهنة هذه يكون كيتمتع بصحة جيدة. السفر أمر ماشي سهل ومتعب جدا، سورتو الا كان بشكل غير منتظم، لان يعني الشركه وقت ما طلبت من الانسان انه يقوم برحله خاصو يقوم بها، سواء رحلات صباحيه رحلات مسائيه وكاين حتى رحلات اللي في منتصف الليل. اذا هذا الشيء كيتطلب من الانسان انه يكون كيتمتع بصحه جيده باش يقدر يزاول العمل ديالو على اكمل وجه. وعليه كنخليكم وكنقول لكم حظ موفق للجميع.